هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل للبرودة الصبح ومعتدل بالنهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون مائل للبرودة على كافة الأنحاء، وكمان في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. خلونا نتعرف على تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بيكي يا فندم. أهلا بيكي، وطمنينا عن حالة الطقس النهاردة، خصوصا أن في شبورة مائية وخلاص إحنا قربنا على فصل الشتاء بشكل رسمي، يعني كلها أسبوعين ثلاثة بالكتير. بالفعل احنا بيستمر اليوم الاستقرار في الاحوال الجويه بسبب تقصنا طبعا بوجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، هيعمل على زياده فترات شطوع اشعه الشمس خلال فتره النهار. مصادر الكتل الهوائيه معظمها كتل هوائيه شماليه شرقيه قادمه من على البحر المتوسط، هيكون في انخفاض طفيف جدا في درجات الحراره بحوالي درجه عن الامس، لأن العظمى اليوم على القاهرة الكبرى متوقع تكون 23 درجة مئوية، يعني إحساسنا بالطقس خلال فترات النهار هيكون طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، محافظات الوجه البحري، القاهرة الكبرى، حتى محافظات شمال الصعيد، لطيف على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، حر على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء. ده طبعا خلال فترات النهار خاصة مع سطوع أشعة الشمس اللي هتخلينا نحس أكثر بالدفء خلال فترة النهار، لكن مع الغياب التام لأشعة الشمس ودخول فترات الليل هنلاحظ طبعا الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة، فرق بين فترة النهار وفترة الليل أحيانا بيوصل ل 10 و 12 درجة مئوية في بعض الأماكن، أجواء مائلة للبرودة على كافة أنحاء الجمهورية في الساعات المتأخرة من الليل وفترات الصباح الباكر. بالإضافة كمان طبعا مش معنى ان في استقرار في الاحوال الجويه ما فيش ظواهر جويه مؤثره، دايما في حالتنا استقرار في الاحوال الجويه خاصه مع هدوء سرعات الرياح في فترات الصباح الباكر بتتكون شبوره مائيه على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، والشبوره دي بتؤدي لانخفاض ملحوظ في الرؤيه الافقيه، مهم جدا ناخد بالنا من تكون الشبوره المائيه في الساعات المتاخره من الليل والصباح الباكر، بالاضافه لان اليوم نشاط الرياح هيكون على مناطق معينه من شمال الصعيد وبعض المناطق من جنوب سيناء، هنحس بيه فترات المساء وده اللي خلينا نحس اكثر بانخفاض درجات الحراره خلال فترات المساء، لكن احنا جدا مهم نحذر في الفتره دي من انخفاض درجات الحراره فترات الليل المتاخره والصباح الباكر، مش عاوزين ننخدع بالدفء فترات النهار والاستقرار في الاحوال الجويه، نستمر في ارتداء الملابس الشتويه خاصه فترات الليل المتاخره والصباح الباكر، بالاضافه كمان ان احنا لازم نتابع النشرات الجويه بصوره يوميه لان احنا لسه في فصل الخريف اللي وارد يحصل فيه تقلبات جوية في أي وقت ويحصل فيه تغيرات في الحالة الجوية. طيب بالنسبة للمحافظات الحدودية، يعني شكل التغيرات أو الظواهر الجوية هتبقى مختلفة كتير عن القاهرة مثلا؟ هي طبعا مش هيبقى الاختلاف كبير لان مصادر الكتل الهوائيه والكتل الهوائيه كلها متجانسه، فاختلاف في درجات الحراره مش هيكون بالشكل الكبير، لكن المناطق الجنوبيه الموجوده في جنوب الصعيد زي اسوان والاقصر طبعا بيبقى في ارتفاع في درجات الحراره عن المناطق الموجوده في الشمال او القاهره الكبرى، فالاجواء فترات النهار بتكون اجواء حرة فترات النهار، فترات الليل بيكون العكس، بيكون في انخفاض ملحوظ جدا في درجات الحرارة، أحيانا محافظات شمال الصعيد بتسجل 10 درجات خلال فترات الليل، أيضا مناطق من جنوب الصعيد بتسجل 13 و14 درجة مئوية، ففترات الليل هنلاقي النقيض تماما عن فترات النهار، هنلاقي الأجواء الباردة والمائلة للبرودة، لكن الظواهر الجوية مفيش أي ظواهر جوية نقدر نقلق منها خاصة في المناطق الحدودية إن كانت السواحل الشمالية أو المناطق الجنوبية. دكتور ذكرتي إنه الجو هيكون تقريبا مستقر اليومين اللي جايين دول، هل احنا مكملين في استقرار خصوصا مع المرتفع اللي احنا بنتعرض له؟ بالفعل احنا بنتعرض لتأثير مرتفع جوي في طبقات الجو العليا وايضا كمان على سطح الارض، المرتفع ده بيمنع توغل المنخفضات الجويه داخل جمهوريه مصر العربيه، فمرتفع جوي في طبقات الجو العليا وكمان مرتفع جوي على سطح البحر المتوسط ده بيؤدي لمزيد من الاستقرار في الاحوال الجويه، وده اللي متوقع انه هيكمل معانا ان شاء الله لنهايات هذا الاسبوع، لكن اللي هيكون معاه الملحوظ هو زي ما قلنا انخفاض درجات الحراره خاصه فترات الليل، متوسط درجات الحراره
فترات النهار بتتراوح ما بين ال 22 وال 23 درجة مئوية فترة النهار على القاهرة الكبرى، فترات الليل هتتراوح ما بين ال 14 وال 13 درجة مئوية أيضا على القاهرة الكبرى، فالاستقرار ده مكمل معنا إن شاء الله لنهايات هذا الأسبوع يمكن كمان مطلع الأسبوع القادم. أخيرا توصياتك بقى للناس اللي كل شوية تخفف شوية وتقل شوية فممكن يعرضهم يعني دور برد والجو لحد ما بيستقر يومين ثلاثة وبعدين يرجع نتعرض لمنخفض أو مرتفع، فتوصياتك للناس إيه الأيام دي؟ هو أهم نصيحة إن احنا مش عاوزين ننخدع تماما بفترات الدفء فترات النهار ونغير نوعية الملابس، لأن تغيير نوعية الملابس بشكل كبير من فترة النهار وفترة الليل ده ممكن يصيبنا بنزلات البرد، فاحنا هنستمر في ارتداء الملابس الشتوية فترات النهار وفترات الليل على الأقل تكون شتوية خفيفة، لكن طبعا الناس اللي بتروح أشغالها في الصباح الباكر أو الطلاب وهم رايحين المدارس لازم نرتدي الملابس الشتوية ويكون معانا كمان جاكيت لو حسينا أكثر بانخفاض درجات الحرارة نرتديه. مهم كمان إن احنا قائد المركبات والمسافرين على الطرق في فترات تكون الشبوره المائيه القياده بهدوء تام، نتبع كافه تعليمات المرور، بالاضافه كمان ان احنا النصيحه المهمه ان احنا لازم نتابع النشرات الجويه بصوره يوميه دايما قبل ما نخرج من البيت، نعرف الحاله الجويه ايه ونبدا نتعامل مع اي ظروف جويه مختلفه. بشكرك في النهايه، شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. ودلوقتي بسرعه تعالوا نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده. هنبدأ بالقاهرة، العظمى فيها 23 والصغرى 14، العاصمة الإدارية 23-14، اسكندرية 22-15، العلمين الجديدة 22-14، مطروح 21-12، دمياط 22-15، بورسعيد 22-15، إسماعيلية 24-12، السويس العظمى فيها 24 والصغرى 15، العريش 23-14، كاترين 18-5، طابة 22-14، حلايب 26-20، شلاتين 27-20، شرم الشيخ 26-18، الغردقة 26-17، الفيوم العظمى فيها 23 والصغرى 11، بني سويف 23-10، الوادي الجديد 25-8، أسيوط 23-10، سوهاج 24-11، قنا 26-13، الأقصر 26-13، وأخيرا أسوان العظمى 27 والصغرى 14. ودلوقتي بعد ما عرفنا تفاصيل حالة الطقس النهاردة وإزاي ناخد بالنا على الطرق علشان الشبورة اللي احنا بنتعرض لها تقريبا كل يوم طبعا مع اقترابنا لفصل الشتاء، وعرفنا كمان درجات الحرارة، هنرجع مرة تانية لمصطفى وبسنت نكمل معهم باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا لمية. شكرا لك.